السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى كل مهموم ومغموم ومحزون أقول له: لا تحزن لا تحزن يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. الهم يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الفارج الله. قول ابن القيم رحمه الله: لن تجد أحن عليك من الله، فوالله لو يعلم الساجد ما يغشاه من الرحمة في سجوده لما رفع رأسه من الخير الذي يهبه له الله عز وجل. لا تحزن، لأن رزقك قد تكفل به الله عز وجل، ولن تحمله على ظهرك. لا تحزن، فعمرك قد تكفل الله به، فلا تخشى مرضا ولا عدوا. لا تحزن، فقضاء الله مفروغ منه والمقدور واقع، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا تحزن، فكل أمر مستقر، فحزنك لن يقدم للواقع شيئا ولن يؤخر، ولن يزيد ولن ينقص. لا تحزن، وإن خاصمك أحد ولو كان إبليس، فمن خاصمك فقد خاصمك لطبعه لا لطبعك. لا تحزن، ولو ابتليت بالفقر فلن تموت حتى تستوفي رزقك كاملا. لا تحزن، ولو ابتليت بالمرض مهما كان، فإن الله هو الشافي عز وجل. لا تحزن، فالظل يطفئ لهيب الشمس، والماء يبرد ظمأ الهاجرة. لا تحزن، فالخبز الدافئ يسكن الجوع، والعافية تزيل آلام المرض، والنوم اللذيذ يذهب معاناة السهر، والصبر الجميل جماع ذلك كله. صبر، إن عقب الصبر خير، ولا تجزع لنائبة تنوب، فإن اليسر بعد العسر يأتي، وعند الضيق تنكشف الكروب. وكم جزعت نفوس من أمور، أتى من بعدها فرج قريب. لا تحزن، فالدعاء يقربك من السماء، والتضرع في ثلث الليل الأخير سلاح الضعفاء، وتمريغ الجبين في السجود يذهب البلاء. فقط ارفع رأسك وقل: يا الله، فإن ملك الملوك يجيب الدعاء والنداء. لا تحزن، ولو تعرضت للظلم والقهر والعدوان من البشر، فإن الله قد حرم الظلم، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. لا تحزن، وإن تربص بك الحساد، فالحاسد يرى نعمتك ثوب من النار عليه، فليحترق الحاسد فلن يضرك شيئا. لا تحزن، فالحزن سحابة لا بد أن تنقشع وتزول، ومع العسر يكون اليسر بإذن الله، ومع الشدة يكون الفرج بأمر الله سبحانه. لا تحزن، واعلم أن الصبر مفتاح الفرج، والخيرة فيما اختاره الله سبحانه وتعالى لك. لا تحزن، فالقلب ينقبض بالحزن. لا تحزن، فالوجه يعبس بالحزن. لا تحزن، فالروح تنطفئ بالحزن. لا تحزن، فالأمل يتلاشى بالحزن. لا تحزن، ولا تحزن، ولا تحزن، فإن الأمر بيد الله. لا تحزن، فإن المرض يزول، والمصاب يحول، والذنب يغفر، والدين يقضى. فقط لا تحزن. لا تحزن، عسى فرج يكون عسى، نعلم نفسنا بعسى، فلا تقنط، وإن لقيت هما يقبض النفس. فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. لا تحزن، ولا تجعل للدنيا قيمة في قلبك، فإذا سقطت الدنيا من قلبك فلن تحزن. لا تحزن، فربما يعاديك أقرب الناس إليك، فلا تبالغ في حبك لأحد إلا الله عز وجل. لا تحزن، فلست وحدك من أثقلته الهموم وأقلقته الديون وآلمته الأوجاع، فإن النصر مع
الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، فلا تحزن لا تحزن. فكم من رجل تعلق بماله فهلك بسببه، لا تحزن. فكم من رجل تعلق بملكه فانقلب ضده، لا تحزن. فكم من رجل تعلق بابنه فابتلي بعقوقه فقط، لا تحزن لا تحزن. واجعل هدفك الجنة ولا تلتفت إلى جانبي الطريق، لا تحزن. وكن كالأصم الذي لا يستمع لنقد البشر، فإن هذا هو النجاح، لا تحزن. ففي الدنيا لا سلام من الناس، ولا نجاة من الموت، ولا راحة إلا في الجنة، لا تحزن. فقد طرد نبينا عليه الصلاة والسلام من مكة فأقام في المدينة دولة، لا تحزن. وتذكر قول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لا تحزن. فجميع أبناء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قد ماتوا وسبقوه إلا فاطمة، فصبر واحتسب، فلا تحزن. واصبر واحتسب، لا تحزن. فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام جاع وشج رأسه وكسرت رباعيته ودمعت عيناه وآلام على جثة عمه، ومع ذلك كله إن موعدكم الجنة، لا تحزن ولا تحزن ولا تحزن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.